يعني أنا عائلتي كانت تقارئ النظام، لدي يعني من أوائل الشهداء، فكانوا عمامي مجاهدين وكذلك خوالي وأولادهم، وانطينا عدد كبير من الشهداء، وجدي وبيبيتي أيضا كانوا من السجناء. بالنتيجة عندما أنا كنت لما أشوف مثل عمامي عملهم السري ولقاءاتهم واجتماعاتهم، صار عندك دافع، صار عندي دافع. والفترة اللي أنا أبقينا بها بزمن النظام، أنا انفصلت، كنت معيدة في كلية الطب جامعة الكوفة قسم الفسلجة، انفصلت عام 94. هاي الفترة اللي بقيت بيها كنت مهيئة نفسي لكل طارئ يصير، متواجدة بالشارع. كان والدي شوية ما يقبل، يخاف، يعني يخاف علي باعتباري امرأة، خاف يصير شيء، خاف باعتبار شاهد أخوانه بالسجين، خاف يلاحقوه، ما نعرف أخبارهم شنو. بالنتيجة أنا كنت متواجدة، حتى يعني عندما ظهر السيد الصدر وصلى في مسجد الكوفة، رغم أنا ما قلده، قلد السيد السيستاني، لكن أنا تواجدت في كل صلاة جمعة، كنت أتحدى النظام، وأنا المرأة الوحيدة اللي دخلت مسجد الكوفة بعد استشهاده، وأنا اللي أشرف. هذه إيش قد كان عمرك بعدك؟ أنا متخرجة من الجامعة، وأنا يعني أشرت للشباب أنه دخلوا للمسجد، وكان مدير الأمن موجود في ساحة ما مسجد الكوفة، ما خفت، كان دكتور نصار موجود الربيعي. أنا أول قبل دخلت للمسجد وصلنا، لكن بعدين طاردوا ورانا، كانوا فدائي صدام. أول مرة ينزلون ما كنا نشاهدهم، اللي لابسين كله أسود، فقط عيونهم طالع. فهذه الأمور كنت أنا أجازف بها بعض المرات، يعني